مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتقنيات والطرق السليمة لرش المبيدات ضد الأعشاب الضارة بالحبوب والقطاني. فبالرغم من معرفة الأعشاب الضارة في الحقل واختيار المبيدات الفعالة ضدها واحترام الكميات الخاصة من المبيد والماء، فإلى ما وصلش المبيد الأوراق بطريقة سليمة وفي ظروف الرش ملائمة كتنقص الفعالية ديال المبيدات، وبالتالي ما كتنجحش عملية المكافحة. ومعروف باللي هناك طريقتين ديال محاربة الأعشاب الضارة حسب الهدف. الطريقة الأولى واللي كتهمنا في هذه الحلقة كتكون في الأراضي المزروعة بالحبوب والقطاني، ففي هذه الحالة لازم الدواء يوصل على شكل انقطاط صغيرة فوق الأوراق ديال الربيع اللي كتمتص المادة الفعالة وتدخل حتى الجدر ديال الربيع وتضعفها وتقضي عليها في مدة كتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين حسب نوع الربيع والعمر دياله. وهذا ما يمكن وصلوا ليه إلا باستعمال آلة الرش الملائمة وبالريقلاج والصيانة ديالها. الطريقة الثانية واللي كتمكن الفلاح باش يقضي على الأعشاب الضارة بحرقها كليا، وهذه الاستراتيجية كتستعمل خارج الأرض المزروعة وبعيدة على الأشجار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فاستراتيجية محاربة الأعشاب الضارة كتعتمد على القيام باختيار آلة الرش الملائمة، وخاص القيام بتعديلها وضبطها حسب الهدف من المعالجة. الريقلاج ديال آلة الرش، فلازم قبل بداية كل عملية الرش نراقب المكونات ديال آلة الرش ونتيقنوا من حسن الحالة ديال الخزان أو الكربة، الحالة ديال الدراع اللي كيهز البخاخات أو البزابز، ونريقلوا العلو ديالو باش الدواء يوصل للربيع. النوعية ديال البزابز واللي في حالة الأعشاب الضارة خاصة تكون الفتحة ديال الرش على شكل شقة ونقية، الخلاط يكون مضبوط وخدام وكيسهل التخلاط ديال الدواء والماء، والمصفات ديال الماء تكون صينة باش تنقي وتحبس الوسخ اللي كيجي مع الماء واللي يمكن يسد البزابز ديال الرش، والمدخل اللي كتعطي الضغط تكون صينة ومريقلة، ومنظم الضغط يكون مضبوط وكيمكن السائق باش يعبر وريقل الضغط الضروري والصبيب ديال الرش. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة لاستعمال آلة الرش تقنيا تبين باللي كل ما كانت كمية الماء كافية والخلاط والضغط مضبوط والبخاخ أو البزبوز مريقل مزيان كل ما كانت الفعالية طالعة. وبحكم تواجد بقع فلاحية صغيرة وضعف العمل التعاوني، في الأكثرية ديال الفلاحة كيستعملوا آلة الرش ديال الظهر أو الكربة، والأسف فيما أنها كتوفر على سعة بين 16 و18 لتر زيادة على البعد ديال وجود الماء، فأغلبية الفلاحة ما كيوصلوش للكميات المطلوبة ديال الماء. فإلا زدنا على هذا باللي الضغط ديال البوطة كيعتمد على القوة البدنية والمشاكل اللي متعلقة بنوعية البخاخ أو البزبوز والعلو اللازم بين البزبوز والأعشاب الضارة، كل هذه العوامل كتوضح أسباب تواجد وتنوع الأعشاب الضارة في الحقول ديالنا. والأسف معظم الفلاحين كيظنوا بلي راهم كيداويو على الأعشاب الضارة، وهنا لازم نقولوا بلي استعمال آلة الرش بالتراكتور غالبا كتعطي نتائج مزيانة بحكم توفر الضغط اللازم وإمكانية استعمال كميات كافية من الماء، ودرع كبير كيتوفر على عدد كثير ديال البخاخات وكيمكن يداوي مساحة كبيرة في وقت وجيز بلا ما يخلي أماكن بلا دواء، ولكن الريقلاج والصيانة ديالو يكونوا مضبوطين. وهنا لازم نفكروا في تكوين السائق ديال التراكتور على تقنيات وضوابط الرش الملائمة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في أغلبية الفلاحة كيستعملوا آلة الرش ديال الظهر اللي كيسميوها البوطة أو الكربة، وعدد من الفلاحة اللي كيستعملوا آلة الرش بالتراكتور، والدراسات بينات باللي أكثر من 70 إلى 80% من هذه الآليات ما مضبوطاش مزيان، وبالتالي كتسبب نقص في عمليات المحاربة ضد الأعشاب الضارة، وبينات كذلك أن أغلبية المشاكل كتجلى في الريقلاج ديال الضغط وفي النوعية والريقلاج ديال البزابز الخاصة بالرش، زيادة على الجودة والكميات الخاصة ديال الماء اللي لازم نستعملوا في الرش، ومشاكل خاصة بالعامل فباقي بزاف ما يدار في هذا الميدان. والمثمر عبر المنصات التطبيقية في الحقول بجانب الفلاح، وخاصة عبر تكوين أبناء وبنات الفلاحين شباب وسائقين وتعاونية الخدمات، كيعمل جاد بجانب ومع الفلاح باش يوفر ليه المعلومة العلمية لوجود حلول ناجعة في هذه الإشكاليات. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.